السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل دائما الكيفيات اللي بمناسبة شهر رمضان الكريم. إذا اليوم عندنا ثلاث كيفيات. عندنا الكيفية الأولى هي عبارة عن دي شوسون على طريقة صينية. كيشون البوراك ولكن على طريقة شوية صينية. الكيفية الثانية عندنا العش اللي هي طبق باللحم ونمثل نحاولوا نخدموا العش نشوفوه مع بعض. والطريقة الثالثة عندنا طاجين التفاح محشي. نبداو بالكيفية الأولى اللي هي لي شوسون على طريقة كي شغل البوراك على طريقة صينية. إذا لهذه الكيفية نحضر، انتبهوا مليح، صدر من الدجاج، نشرح طريقة التحضير تاع الدجاج بعد اللي نكمل المقادير. نحط لها زوج حبات ولا ثلاثة تاع كاروت غابي، زرودية مكرفجة. نحط لها تقريبا واحد 100 غرام نتاع، دوك نوريه لكم، نتاع فيرميسال شينوا اللي هي هذه كيما الفيرميسال ولكن مخدوم بالروز. ها هو راه موجود في المحلات، راهم حاجة اللي نصيبوها في ماشي في كل المحلات ولكن أغلبية المحلات وخاصة لي كروند سيرفاس راكم تلقوا فيها. فوالا ها هو نطلع نشرح الطريقة فيما بعد. هذا النوع هذا اللي هو فيرميسيل شينوا. نحطوا حبة تاع البيض في الخليط وحبة نواسوها ببوركولي باش بالبانسو نعملوا كي نخدموا كيما الصامصات باش ما ينحلولناش كي نقلوهم، لخاطر نقلوهم. خليط من شويه تاع نعناع شويه تاع معدنوس، خليط من النعناع والمعدنوس، ملح. اما بالنسبه للتوابل نحطوا شويه تاع الفلفل الكحل والسكنجبير، واللي يخصنا كذلك وهنا باش ما ينشفوليش تقريبا اون دوزان باكي نتاع الديول. نعم باكي تاع الديول، يستحسن تاخذوا ديول اندستريال. ها هنا باش ما يلبسوش نغطوهم دائما بابي فيلم ولا سريبيتا ولا بابي دالومينيوم. اذا نبداو مباشره نحضروه. نتكلم الان على الدجاج. بالنسبه للصدر تاع الدجاج، تاخذي صدر تاع الدجاج تحطي نفس التوابل، تحطي شويه ملح، تحطي الماء، تحطي فيه الملح، شويه تاع الفلفل، شويه تاع السكنجبير، وتطيبيه. بعد اللي تطيبيه تخليه يبرد، تقطريه تخليه يبرد، ومن بعد تفتيه على هذا الشكل هذا هكذا. تفتيه شوفي هكذا، تفتيه ها هكذا، تحطيه بجيه. تحضري طبعا الزروديه مكرفجه غابي، زوج حبات الى كبار الى صغار تنجمي تحطي حتى ثلاث حبات. وتحطي الفيرميسال شينوا. الفيرميسال شينوا راهو يتباع دون دي باكي ولكن ناشف كيما الفيرميسال، نفس الشيء دون دي باكي كيما الفيرميسال هكذا راه يجي بيض. حنا باش نقدروا نقطعوا هكذا تحطي شويه تاع الماء دافي، دافي شويه تاع الماء وتحطيه داخل الماء، راهو يطرى، تخليه واحد 20 دقيقه هكذاك تصيبيه طري، تصفيه تحطيه فوق لوحه وتقطعيه هكذا هكذا. شوفي تقطعيه هكذا. دن هاني شرحت في ثلاثه اللي نعملهم. الان نبداو نخدم. نحطوا اذا اللحم تاع الدجاج اللي كنا طيبناه وفتتناه، ها هو حطوه هنا. نضيف له الزروديه عفوا مكرفجه اللي هي زوج حبات كبار او الى ثلاثه صغار. ها هذه الكميه هذه نحطها، ها هي. نضيف لها الفيرميسال شينوا بعد اللي حطيته في الماء طرى ومن بعد قطعته، بعد 100 غرام هكذاك. راهو موجود، ماشي حاجة اللي ماشي موجودة عندنا، راهي موجودة في بزاف المحلات. من بعد تحطي
الخليط نتاع شويه نتاع معدنوس ومعاه شويه نتاع النعناع، مقطعين هكذا على هذا الشكل هذا كيما نقطعوا الحشيش مقطفه. نخلط كل الخليط هذا مع بعض هكذا، شوفي هكذا، ها ها الدجاج مع الزروديه مع النعناع مع المعدنوس ومع الفيرميسل شينوا هكذا، خلط كلش مع بعض. من بعد الان نضيف لهم الملح الكافي هكذا، نزيد شويه هكذا، نضيف لها فلفل اكحل ماشي بزاف ما تكتروش بزاف، ونضيف لها شويه تاع سكن جبير. نخلط كذلك باش التوابل يدخلوا مليح هكذا، ومن بعد نستعمل يدي باش كي نعمل الحبات على البيض هكذا. خلطت مليح هالخليط، والان ناخذ حبه على البيض، نحي حبه نحطها هنا هذه باش نواسيها، نكسرها نضربها وندير تدريجيا. ممكن ناخذ الحبه كامله ممكن ما نكملهاش، ما لازمش تجي جاريه بزاف سينو تخرج لك من الديول، كي نديروا الحبه تاع الديول تخرج لنا. فوالا نضربها مليح وندير شويه ونشوف. فوالا هاني خليت شويه ونشوف الا كان كافي ولا نزيد ولا نكمل الحبه ولا لا. لا سي نكمل الحبه، هنا ناخذ كل حبه كامله. فوالا ها هي هنا، نخلط مليح ها دوك نوري لكم نخلطها مليح باش المواد كلهم يتماسكوا مع بعضهم بعض هكذا. نوسي هكذا، نحاول نوسي هكذا باش كل فوالا هكذا هكذا ها هكذا. والان نبداو نخدمو، نحط هادو امامي، ناخذ ورقه تاع الديول، نخلي الخوين دائما مغطيين باش ما يبسوليش وما نجمش نخدم. ناخذها لا بارتي دائما ليس على الاكستيريور هكذا، نوسي هكذا، نوسيها هكذا هكذا هكذا. ناخذ مغرفه وندير نعمل قيس هكذا هنا في هذا المكان هذا، ومن بعد البانسو نكمل نوجد الحبه الاخرى ندربها كذلك هنا. ناخذ طبيسي ونحط هذا البانسو راه هنا نستحقه، باش تشوفوا هنا. ونبدا نخدم هكذا، نجيب هذا القنت هذا هكذا، ندير شكل صمصات، نجيب هذا هكذا ونرجع هنا هنا، نرجع هنا نطبق هذه وندخلها هنا لداخل، راني يعني نحصل على حبه تاع صمصه بواسطه البنسو، نعمل هكذا باش ما تنحلش كي نقليها، خاطر هادو غادي نقليوهم. فوالا ونحط نزيدو الثانيه نفس الشيء، هادي لا بريونس نخليها للبرا، نحط هادي هكذا نزيد هكذا نحصل على هادي، نحط
هي بنينه بزاف وخفيفه ونبدلو شويه ومغذيه بلا خطره، فيها لي كاروت، فيها اللحم، فيها التوابل مع الدنوس. هنا هاني نروح هنا نعاود نرجع هنا ونعاود نعمل هكذا هكذا، وهذا ندخله للداخل هنا. ها هكذا ده باش نحصل على مثلث، ونمسي هكذا هنا لداخل باش ما يفتحليش. نعاودو الثالثه مع بعض، نزيدو حبيبه هذه دائما مغطيين دائما. ها هات ندير هذه، نزيد هذه هكذا، نعمل تخلطوا دائما باش ما يكونش غير اللحم، تكون خليط من كل الحاجات اللي حطيناها، كل المواد اللي حطيناها. فوالا نعمل هذه، نهبط دو فوا ها هي، ونعاود نولي نهبط هنا ونعاود نواسي هكذا وندخل لو كوا هنا باش ما ينحلش. فوالا فوالا ونحصل على مثلث، ونواسي هكذا. فوالا من بعد اللي نكمل كل الكميه اللي رانا شفناها مع بعض، هاو علاش تحصلوا تكملوا كل الكميه. تاخذوا مقله تحطوا فيها الزيت وتقليوها كيما نقلوا البوراك، تحطوها على البابي ابسوربون كي تقلوهم، تحطوهم باش ذاك الزيت ينزل باش زي توسوهم الزيت، تنحو لهم الزيت كامل، وتقدموهم مع شويه تاع قارص والنعناع، ريشات نتاع النعناع. نمشي وفصل ونعاودو نرجعو باش نكملو الكيفية الثانية. أخواتي نوصل معاكم دائما الكيفيات. شفنا مع بعض الكيفية الأولى، دوك نشوفو الكيفية الثانية اللي كنت قلت لكم عليها، اللي هي طاجين العش. إذا لهذه الكيفية نحضرو عنا طبعا مرقة، نحضرو مرقة ونحضروا كذلك عجينه. دوك نشوفوا كيفاش العجينه اللي نحضروها. نبدا بدون اطاله بالمقادير اللي باش نحصلوا على هذه الكيفيه. اذا نبداو بالمرقه. بالنسبه للمرقه نحطوا هنا تندار بالدجاج، ندوا الدجاج نحطوا طراف تاع الدجاج، الطراف اللي عندك يستحسن باش كون يكونوا عندك ليكويس، المنظر تاع الطبق نتاعك يجي شباب، يجي مليح، يجي جميل جدا. الا ما عندكش خذي الطرف اللي عندك. هذا بالنسبه للمرقه. في المرقه نحط بصل، خصني طبعا الحميصه، شويه تاع القرفه، فلفل ماء كحل، ملح، ونقلي بشويه تاع السمن. هذا بالنسبه للمرقه. اما بالنسبه للحشو نتاع العش، يخصنا شويه نتاع اللحم مرحي ونحضروا عجينه. بالنسبه للحم مرحي هنايا ما ديريش خضر باش ما يقعدلكش خضر لداخل. خودي مغرفه تاع الزيت، نشرح لك الطريقه تاع اللحم مرحي كيفاش تحضريه. خودي مقله حطي فيها مغرفة تاع الزيت، وحطي اللحم وديري له التوابل اللي كنت شرط لك عليها، اللي هي شويه قرفه، فلفل دوزنيه، وملح، وفوق النار ذبليه، طيبيه هكذا كيما تاع البوراك شويه، تخليه يبرد، ومن بعد بواسطة فرشاة تحاولي باش تحليه باش ما يقعدلكش كواري هكذاك، وتحطيه بديه. إذا نبداو نحضرو العجينه لخاطر لازمها ترتاح، ومن بعد نمشيو للمرقه. بالنسبه للعجينه ناخذ 3 كيلات نتاع فرينه، نحطوا لها كيله مشي معمره نتاع زبده، شويه تاع الملح، لازم نديروا الملح، ونطموها بشويه نتاع الماء. هذه بالنسبه للعجينه، عندك
انت خاطرك الشيء اللي حبيتي تحبي ديريها بهذه العجينه اللي هي 3 كيلات بكيلة اقل من كيلة شويه نتاع ليدام، تحبي تحضريها بلا بات فيتي، ديري العش بلا بات فيتي، وتحبي ديريه بلا بات بريزي، عندك الاختيار ثلاثه. اذا سوا ديري هذه، تحبي ديري بلا بات فيتي راه العش يجيك عالي ويجيك تشوفي لي في لي فيتي تاعها كيما لا بات فيتي، تشوفي هكذا طبقات، ولا ان بات بريزي كريم. انا اليوم انا نفضل باش نديرها بهذه العجينه اللي هي العجينه اللي نخدموا بها الكعكعات، كعكعات مسكرين ولا كعكعات محشيين، هذه هي العجينه تاعهم 3 كيلات بكيله. اذا نبدا بالعجينه، ناخذ 3 كيلات نتاع الفرينه، نحط فيهم عفوا كيله، نحط الملح، الملح بصح ماشي ندير شويه برك، لهنا لازم لاباط هذه طاجين مالح، اذا لاباط ما لازمش تجي مسوسه، ندير الملح الكافي، ونحط فيه الكيله نتاع ليدام اللي تكون شويه قل من 3 كيلة تاع الفرينات، نقصي شويه دن، ونبسسها نبسسها هكذا. هكذا نبسسها مليح، هنا نستعمل يدي باش نبسسها مليح هكذا، ندخل فيه اليدام مليح هكذا، نواسي هكا بصباعي هكذا pour obtenir un sablage كيما لا 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 بات صابلي مثلا هكذا. هاهي نبسستها، والان واش ندير؟ نرشها بالماء حتى نحصل على عجينه، نبدا تدريجيا ما نحطش الماء بزاف، تبغي وقت تاع راحه باش تتماسك باش تكون فيرم. فوالا هاني درت شويه تاع الماء ونشوف، نخلط ونشوف الى نزيد هكذا ولا ما نزيد، هنا باين نزيد شويه الماء. فوالا هكذا دائما الماء ديرو بالعقل حتى تشوفوا بعضه، حتى ما تكتروش الماء حتى نشوفوا. فوالا كاين الفرينه اللي تشرب بزاف، كاين الفرينه اللي ما تشربش بزاف، دونك انا نمشي بعقلي. فوالا قريب نزيد شويه فقط رشه مش بزاف، يعني قريب نوصل للنتيجه اللي نحب نوصل ليها. نمسح يدي باش ما نوسخ شي. ندير شويه برك فوالا، فوالا ونحاول نطمها ونخليها بجيه، وندوزن المرقة اللي راني حاب نطيبها، ومن بعد نرجع ليها نسيبها تساوت كيما حبيتها. فوالا نواسيها شوية، ها هي ها شوفوا، فوالا ندير لها شوية تاع الفرينة باش ما تواسيش يديا هكذا. ها هي تنشوفها اوموجين هكذا، والمنظر تاعها لي سامبل، ها هي شوفوا طريه باش نحلها بسهوله هكذا. اذن ها هي العجينه شوفوا، ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش طريه بزاف. ها دوك نحطها بجيه ونحط ونخليها ترتاح، ونبدا في التحضير. نحط هذه الفرينه هنا، والان نمشي نجيب لا كوكوط باش نحضروا المرقه اللي نوجدوها لهذا الطاجين. ناخذ كوكوط وناخذ طرف تاع الدجاج، قلت ماذا بكم اللي عندكم خذوا هذا باش المنظر تاع الصحن تاعكم يجي جميل جدا، الا ما عندكمش عندكم طرف اخرى استعملوا الطرف اللي عندكم. هلا
نحط عليه البصل، دجاج، بصل، نحط شوية نتاع السمن، هاو السمن، هذه ثاني معلقة ندير السمن، ما نديرش الزيت، ندير شوية تاع السمن فقط، عفوا، فوالا، نحط التوابل، نفس التوابل اللي حطيتهم في اللحم الحي كيما شرطت لكم عليه، تحضروه بشوية ديروا فيه القرفة كيما درنا هنا، القرفة خذوا هنا ديروا تاع العود في المرقة، والغبرة حطوها في اللحم الحي، نحط شوية تاع الفلفل. ما نكثرش لخطاني حطيت في اللحم قبل ما نذبله، شرحت الطريقة. وهنا نحط شوية تاع ملح، نحط شوية تاع الماء دائما، ما ننساش شوية برك، واحد نص كاس، ميم با نص كاس، شوية باش ما ينحرق لكمش، وأحسن بالنسبة له. ونديها ونشعل على الكوكوت، ها نشعل عليها، نشعل فوالا، ونخليها تتقلى. وهنا نحضر الماء باش نسقيها هنا، ونعمل لها طبعا الحميصة، نحطهم هنا. إذا في هذا الوقت هذا نحضر العش، العش اللحم تاع اللحم مرحي يكون طيبته من غير فتاع الزيت فقط، ما نديروش اللحم بزاف، ما نديروش هذاك بزاف. فوالا نحط هنا هاوي اللوحة، ناخذ شوية نخدم بالعقل باش ما نخسرش بزاف، ما تخسرليش العجينة، نخدمها هكذا. هنا هادو خلاص نحطهم من نبجي، هادي برك نسحق هادي فقط، هنا ونسحق اللحم الحي، هادو خلاص التوابل. فوالا هنا ناخذ هادي حربوش هكذا، ها نحاول نحلو، نعمل شوية تاع الفرينة هنا ما تلصقليش، بعد نشرح راكم تشوفوا ممكن القطايف، نشرحها بعد علاش حطيتهم. فوالا حربوش هاهو هاهو، وما ننساش نقص على لاكوكوت باش ما تنحرقليش، ما ننساش نراقبها. فوالا فوالا، ونخليها. ناخذ غلو ونحل العجينه، ها نحلها هكذا هكذا، ما تكونش خشينه بزاف وما تكونش كذلك رقيقة بزاف باش ما يخرج ليش اللحم. فوالا هكذا، ناخذ انغولات ولا ما عنديش بالموس فقط هكذا، ونجيب اللحم اللي كنت حضرته وطيبته، نحاول باش هكذا نواسيه بصباعي باش ما يكونش يكون فتت هكذا، شوفوا نحطها هنا هنا في الطرف، ندير حربوش ونخلي تقريبا 2 سنتيمتر سور لو بور في الطرف باش ما يخرجليش اللحم. فوالا هكذا هكذا، بعد نطوي، ها ندير هكذا، هنا نزيد شويه
باسكو راه طويل بزاف، جوست شويه هنا باش ما نقطعش، نقطعها هنايا وندير هكذا، نغطي هذاك الحرب اللحم هكذا. هذه وحده، ناخذ الفانسو ونعمل هنا باش ما ينحلش، نديرو في الكوشه على كل حال، يطيب في الكوشه ماشي يقليان هكذا، نغطي مليح هكذا ونعاود دين دوزيام فوا. راكم تشاهدوا معايا هكذا، نعاود دين دوزيام فوا هكذا هكذا، ونزيد ندير شويه هنا باش ما تنحلش هكذا. والان بواسطه تينغولات ولا الموس، لا ما عندكش لاولات ماهيش وجدتك، تفتحي تنحي هذه، تحطيها بجيه، بعد نعاودو ناخذ واحده اخرى. فوالا فوالا، وتعاودي تفوغولي وتواسي هكذا باش ما يدخلش الهواء بزاف هكذا. فات وحده وهنا زوج، راهم يجوني زوج دونك هكذا، نقطعها هنا هنا شوفوا، ونواسي هكذا، وندخل هذه في هذه هكذا هكذا، ونحصل على ان جونغ دو كويكعات. تحبوا ديروهم كبار، تحبوا ديروهم صغار، حبيتوا ديروهم اصغر من هكا تقدروا ديروهم اصغر من هكذا. فوالا هكذا، تحطوا صحن فاين طول ولا طبيسي خطر، ندخلوهم في الكوشه، ناخذ الصحن تاع الكوشه احسن، نعملهم مباشره. شويه تاع الفرينه فوالا، ونحطو هنا هنا، نزيدو وحيده فوالا، ونزيدو هذه، ونزيد نحل وحده قدامكم فوالا، نمشيها مليح ونلصق مليح باش ما تنحلش في الطياب فوالا. هذه تاني ها وهنا نسيت ما درتلهاش، كي كملت هنا نديرو هنا كذلك هكذا باش ما تنحلش فوالا فوالا، ونحطها هنايا فوالا هكذا، حتى نكمل كل الكميه اللي راهي عندي هكذا. وقت اللي نكمل واش ندير، ناخذ بياض الصفر البيض هكذا، نواسيهم هكذا هكذا، ومن بعد نحطهم في الكوشه ونخليهم يطيبوا كانه حلوه، نفس الشيء كيما نطيبوا الكعكعات. هنا راني نشعل الفوق مده 20 دقيقه هكذا فوالا. وهنا ما ننساش باش نمرق، الان مرقت الدجاج، ما يتطلبش وقت كبير للطياب، نعمل الحميصه اللي يكون شللتها ونخليه يطيب بخاطر. دن المرقه راني راهي جاهزه، مرقه بيضاء ها هي هنا بالدجاج، بعد كي يطيب الدجاج تنحيهم وتحمروا الفخاد نتاع الدجاج، تنحوا هذوك لي كويس تحمروهم، والعش راهو كذلك يطيب. الان نشرح لكم بالنسبه للتزيين تاعهم، شوفوا وانتم طبعا كملوا الكميه كلها اللي شتوها معايا واللي خدمناها مع بعض. هنا نشرح لكم بالنسبه للعش كيفاش سميت العش، وتشوفوه ان شاء الله جاهز فوق الطابله ان شاء الله. دونك هنا فقط نتكلم فوالا، شوف تحضروا شويه نتاع فقط للتزيين نتاع القطايف، تحبوا تحمروهم شويه
تحبوا تخلوهم هكذا وتحبوا تحمروهم في الكوشه شويه، وتحضروا كذلك حبيبات تاع اللوز هكذا وتحمروهم، اللوز تحمروه كذلك بعد اللي يطيبوا في الوسط هذاك اللي درنا الكعيك عا نحطوا شويه نتاع القطايف، وفوق منها نحطوا اللوز محمر ونقدموهم في الصحن. فاصل ونرجعوا باش نشوفوا مع بعض الكيفيه الثالثه. نواصل معكم دائما الكيفيات، ونشوفوا الان الكيفيه الثالثه اللي هي تفاح محشي على طريقه جه نواحي الصطيف، معناها هذه الطريقه نتاعنا تاع بلادنا، محشي بالتفاح يعملوه في ناحيه الصطيف. اذا اولا لازم نحضروا مرقه حلوه كما كامل الطواجن تاعنا الحلوين، والتفاح نحضروه مع بعض. نبداو في المرقه. بالنسبه للمرقه حلوه عاديه، هنا عندكم الاختيار. درك قلت ما راهمش يديروا اللحم الحلو، اللحم الحلو ما راهمش ياكلوه بزاف، رانا نعملوا مرقه حلوه بدون لحم. دوك الاخت اللي تحب تحط طرف ولا زوج تاع اللحم تحط. اذا نبداو بالماء، نحطوا مباشره بارد في بارد، نحطوا الماء ها هي واحد زوج كيسان تاع الماء، ما نحطوش بزاف لخاطر التفاح غني بالماء يطلق الماء، دونك ما تحطوش بزاف الماء. إذن هاني حطيت الماء، نحط فيه هذا زوج عيدان تاع القرفه، لازم قرفه من هذا النوع تاع العود لي باتون دو كانيل، نحطهم هنا. نحط شويه تاع الماء زهر ها هكذا، واحد مغرف تاع ماكله، ونزيد في الاخير نزيد نحط زعفران باش نعطيها. الوغ زعفران سي فاكولتاتيف، معناها تحبوا تعملوه تحبوا ما تعملوش، الا عملتوه مليح لخاطر التفاح يدي واحد اللون ان بو صافراني احسن. الاخوات اللي ما يحبوش يديروا هذا ماهوش زعفران سي ان كولورون اليمونتير، ولكن نقدروا نستعملوه ماهوش مضر للصحه، مديور بهذه الحاجات. نحطوا شويه باش نعطوا اللون لهذيك المرقه، نحط لها شويه ها. حطوا دائما بين صباحكم في الطاجين الحلو، حطوا دائما بين صباحكم تاع الملح هكذا باش ينحي ديك السماطه تاع فوالا هكذا. ونحط لها ليدام، هذه لابد ضروري نحط ليدام، نحط الزبده او مارغارين، وتحطوا قليل من السمن لخاطر السمن عنده رائحه قويه. وبالنسبه للطاجين التفاح لا في الطواجين الاخرين نقدروا، في التفاح يفو ميو ما يكونش السمن يعطيه بزاف. هنا انا ما نعملش كامل، دونك الاخت اللي تحب تعمل شويه تاع السمن ماهوش تعمل. اذا حطيت نعاود، حطيت الماء، حطيت شويه تاع الزعفران فقط باش نلون المرقه هذيك، شويه نتاع الماء زهر، زوج عيدان نتاع القرفه وليدام. والان بالنسبه للسكر هاو ما كاش اللحم، لو كان حطيت اللحم السكر ما نعملوش في البدايه لخاطر يخلي اللحم ما يطيبش بسهوله، نعملوه دائما كي اللحم يدخله الطياب. هنا ما عنديش اللحم، واش ندير؟ نعمله في البدايه، نعمل زوج مغارف تاع السكر ها ولا اكثر، من بعد نزيدو، من بعد اللي نعملوا التفاح نزيدوا شويه سكر، ونحطوا فوق نار هاديه ونخليه يطيب يبدا يواسي، وانا في ذاك الوقت نحضر التفاح. فوالا نعملوا هكذا، نغطيه ونخليه هكذا، ونخليه على نار هاديه. في ذاك الوقت نحضر التفاح. اولا ناخذ التفاح، ماذا بكم التفاح يكون من نوع شويه صغير، هادو راهم شويه كبار، خذوا اصغر من هاك، اربع حبه هنايا، اربع عندي تقريبا، اربع حبات خمسه حسب افراد العائله، كيلو 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 يكون فيه واحد الخمس حبات، رطال خمس حبات ولا سته لكانوا صغار،
وإلا كانوا كبار يكونوا فيه واحد ربعة، ما يفوتش ربعة. إذا هنا خذوا التفاح يكون أصغر منها هذه. هنا فقط باش نوريكم كيفاش تحضروه. تغسلوه وتاخذوا موس، وخر هذا هنا، هذه نعملها هنا باش نبداو كيفاش نحضروه. الآن ناخذ موس، نجي هنا هكذا ونقسمه هكذا. شوف باش نحشيه هنا، نحي هذا الشابو ها ونحيه به بالعود هذاك تاعو ها، لازم نحيه به بالعود. فوالا هذا العود نحتفظ به، ونحي الشابو هذا ها ونخليه بجيه بور لو ديكور، نخليه باش نديكوري به. ومن بعد قبل ما ننقيه لازم نخويه، نخويه قبل ما ننقيه. ناخذ ان فيت بوم هكذا ونجي لهنا ونبدا ونبدا نحفر فيه دوسمو هكذا هكذا، ونحي ها نحي هذه نحيها ونزيد. شوفوا ها نزيد هاك، ندير ما لازمش نتقبها لهنا، فقط للداخل نحفر. فوالا هكذا ما نتقبها شي هكذا. فوالا هكذا بعد اللي تكملوا تحفروهم كامل، تحفروهم هذاك الوقت باش ما يكحلكمش تبداو تنقوا فيه. بعد اللي تكملوا ننقيه هكذا، نحكه بالقارص باش ما يواسيش ونحطوه بجيه. ولازم الحجم نتاعهم يكون نفس الحجم، وكذلك ما ننساش نشوف لكان يقدروا كي نحطهم يواسوا ولا لا، لازم يوقفوا. الا ما وقفوش نسقدهم من تحت بشويه، نحي حتى ندير ليكيليبر هكذا. ناخذ مقارص ها هو ونحكهم بالقارص باش ما خاصه لكان تحفروا بزاف. فوالا ونحطهم هكذا مثلا، هاني نحطهم على لوحه ها هي هكذا، ونواصل حتى نكمل كل تفاح. شو هذه ماهيش واقفه مليح، واش ندير؟ راني نشوف هنا ما كاش ليكيليب، نشوف وين هنا نحي نحي شويه باش توقف لي. فوالا ها هكذا راهي واقفه، لازم يكونوا كاع كيف كيف ها هكذا. ومن بعد كذلك حتى هذا الشابو كذلك نقيه باش مين نحشيه نعملو هكذا ونخليه حتى هادو يطيبوا في المرق. اذا هذا بالنسبه كيفاش نقول التفاح. دوك نوري لكم وحدين راني راهم كاملين منقيين باش ما نبطاوش، خاطر ما عندناش وقت الله سمحوا لنا. اذا ونبداو في لافارس باش نحط باش نحشوهم. ها هما هنا، ها هما هنا، ها هما هذوك لي بعد نحتاجهم بور لو ديكور. اذا ها هما وينا راني حضرتهم. نكمل دوك نحضر لافارس. لافارس اللي هي نحط اللوز ها هو، قيت 50 غرام تاع لوز هكذاك مرحي 50 غرام، نحط عليه 50 غرام يعمروا لك واحد 6 حبات مويان تاع التفاح. نحط عليه نفس الشيء 50 غرام نتاع زبيب، 50 غرام لوز 50 غرام زبيب. الزبيب هذا كنت عملته في شويه نتاع المزهر باش يطرى ها هو 50 غرام، وعملت له واحد المغيرفه تاع قهوه نتاع مزهر. نخلطوه هنا فوالا، ونعمل له دوك ناخذ صفر بيض ونخلط الصفر، ونعمل لهم صفر بيض باش ما ينحلوش كي نحطهم في المرقه. ولازم تعسوا كذلك المرقه تخلوهاش تواسي. فوالا هاو 50 ها هي صفار. نجيب ان بانسو نحضرو وناخذ نحط شويه ونشوف اذا كانت تكفي. اذا كان نعمل كله كاع النص حبه حبه نتاع الصفار ولا شويه برك هنا. فوالا ما كملتهاش كلها، دوك نوري لكم لافارس. فوالا هاي لافارس اللي نحشي بها التفاح، ها لافارس. والان نبدا
نحشي في التفاح نحضره باش نديه نديرو يطيب في السيرو هذاك اللي راني محضراته. اه ناخذ هذه نوخرها وناخذ اون بلانش نحطهم فوق لا بلانش بعد اللي يكونوا جاهزين. فوالا ناخذ حبيبه تاع التفاح ها هي يلا من غير فاتح قهوة باش تعمرهم بسهولة. فوالا وتعمرهم هكذا 50 غرام نعاود نتاع زبيب و50 غرام نتاع لوز منقي وملحي هكذا ونحطهم هنا نزيد حتى نكمل كل الكمية اللي راهي عندي. فوالا هكذا ها هي هكذا ها باغ اكزومبل هكذا ونكمل نواصل. بعد اللي السيرو لازم تخلو السيرو يبدا يعقد. ما نرمي واش السيرو ماشي عقد تاع المرقه نتاعو نشوف لكي يبدا يعقد خاطر التفاح ما يتطلبش وقت كبير باش يطيب. ها هما في ربعه نحضرهم هنا نحطهم هنا ونزيد معاهم لي شابو تاعهم ها تا هما نحطهم يطيبوا. فوالا نحطهم هنا ونستنى حتى السيرو يعقد وهنا خلاص كملنا. نستنى السيرو يعقد شويه و نرميها ونرمي شويه تاع السكر كي نديرهم نزيد شويه تاع السكر. ها هو السكر فوالا السكر وشويه ما زهر نزيد الما زهر كذلك. دونك هنا نروح نمشي هنا ونشوف هنا نشوف السيرو مازال ما عقدش مي نعملهم قدام الاخوات باش يشوفوا. الوغ هنا كي عقد شويه السيرو هنا شويه شوفوا مازال ما عقد تخلوه يزيد يعقد اكثر من هاك. ولا عملتي اللحم تخلي حتى اللحم يدخله الطياب مليح لازم اللحم يدخل خاطر قلت التفاح سينو ينحل لكم ما يقعدش هكذا شباب وشد روحه. فوالا نرمي التفاح ها هو هكذا ونخليه يكمل طيابه. هادو تاني هادو سي بوغ لو ديكور نعملهم هنا كذلك هنا. فوالا ونخليهم ونزيد السكر زوج مغارف درتهم في البدايه نزيد دروك زوج مغارف تاع السكر هي درت ربعه ونزيد شويه تاع المازار واحد مغرف تاع ماكله تاع مازار. فوالا هكذا نغطي ونخليهم. ودائما الطاجين الحلو يطيب في حاجه ثقيله يستحسن في حاجه من الطين الى ما كاش دون اون كوكوت مي ولكن ثقيله لخاطر اولا ما نحطوش الماء بزاف وثانيا لازم يطيب بالعقل. ونعرفوا ان خاصه لا فونت مليحه بزاف لا فونت موفيس كونديكتريس دو لا شالور معناها تشد السخانه ما تسخنش بسهوله بصح كي تسخن تشد السخانه مليح. اذا دائما كي نعملوا حاجه في لا فونت دائما لازم كي نشوفوا بقات واحد 10 دقائق تاع الطياب نطفوا لخاطر هذيك 10 دقائق مازال موجوده في لا كوكوت. فوالا هذا بالنسبه له. نمشوا فصل ونشوفوا مع بعض الكيفيات جاهزين فوق الطاوله. بعد اللي حضرنا الكيفيات الان نشوفهم جاهزين. عندنا الكيفيه الاولى اللي كانت لي شوسون على طريقه صينيه اللي هي تقريبا كيما البوراك. الكيفيه الثانيه اللي هي العش طاجين العش اللي راه امامكم. والكيفيه الثالثه اللي هي التفاح
معمر على طريقه يديروها في الشرق الجزائري في وين؟ في الصيف. يعني كيفيه صيفيه. اذا صحه افطاركم، صحه رمضانكم، ونتلاقوا في الحصه المقبله ان شاء الله.